كيلو لحمه هينزل 150 جنيه مره واحده في المعاده، يعني خلاص اسعار زمان هترجع تاني والكل هياكل لحمه ومحدش هيشتكي تاني من الاسعار. ده الكلام اللي اتقال خلال الساعات الاخيره بخصوص اسعار اللحمه في الاسواق وقبل نهايه سعر رمضان، وده بعد ما زاد سعرها ل 400 و450 جنيه في الاسواق. لكن يا ترى بقى امتى اسعار اللحوم هتنخفض؟ اسعارها وصلت لكام دلوقتي؟ وايه اللي هيرخص اسعارها بالشكل ده؟ هنعرف كل التفاصيل في فيديو النهارده. رغم ان سعر الدولار نزل في السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف من 70 ل 45 جنيه وانخفاض اسعار سلع كتير، الا ان اللحمه لسه اسعارها مرتفعه من غير سبب واضح، لدرجه ان الكيلو وصل ل 400 و450 جنيه في بعض المناطق. عشان كده تاني ناس كتير بتسال هي اسعار اللحمه هتنخفض امتى؟ طبعا ده خلى بقى نقيب الفلاحين يطلع ويوضح مصير الاسعار الفتره اللي جايه، وحسين عبد الرحمن يقول ان اسعار اللحوم من المتوقع انها تنخفض بنهايه شهر رمضان نتيجه لانخفاض اسعار الاعلاف في الاسواق، ومتوقع ان اسعار اللحوم الحيه تنخفض بقيمه 150 جنيه. قال ان بعض التجار بيبيعوا اللحمه حاليا باسعار بتتراوح ما بين 300 و340 جنيه بعد ما كانت ب 450 جنيه، ووصل سعر كيلو اللحوم حاليا في المناطق الريفيه والقرى ل 300 جنيه، لكن في المدن بقى بين 300 و350 جنيه نتيجه طبعا لتكاليف النقل. أما أسعار اللحوم البلدي في منافذ وزارة الزراعة وصلت ل 300 جنيه، وعلى فكرة أسعار اللحوم مستمرة في الانخفاض لحد نهاية رمضان، ده بقى لأن الأعلاف متوفرة حالياً في الأسواق وأسعارها انخفضت بالإضافة لانخفاض أسعار اللحوم البيضاء، وده ساهم في انخفاض أسعار اللحوم بشكل عام. وحسب هيثم عبد الباسط عضو اتحاد الغرف التجارية، قال إن في تراجع في القوة الشرائية في اللحوم بنسبة 70% خلال الفترة الحالية، عشان كده لازم نحط مجموعة من القيود لضبط أسعار اللحوم داخل السوق. وقال إن سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر لأننا بنستورد 80% من السلع الغذائية، وقال كمان إن في انخفاض في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في أسعارها بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت، وأصلا أسعار اللحوم المرتفعة كانت وهمية عشان ما كانش فيه مبرر لارتفاعها، بس دلوقتي في انخفاض في اسعار اللحوم بنسبه 20% داخل الاسواق، وبنامل ان اسعار اللحوم الحيه توصل ل 120 جنيه للكيلو، علشان ده هيكون في صالح الدوله وهيساهم في تخفيض اسعار اللحوم بشكل كبير. حسب بقى المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنه الزراعه والري بمجلس الشيوخ، قال ان سعر اللحوم البلدي وصل ل 280 جنيه للكيلو في منافذ وزاره الزراعه و250 جنيه في منافذ وزارة التموين، وعلى فكرة ده كان سبق وتوقع انخفاض أسعار اللحوم ل 250 جنيه فعلا وسط توافر الدولار اللازم لاستيراد الأعلاف بتكلفة مناسبة. قال كمان إن من المتوقع استمرار انخفاض الأسعار وتوافر السلع الاستراتيجية وسط توفير السيولة الدولارية لاستيراد السلع والخدمات، لأنها كانت اللازمة وهي عدم توافر الدولار بالبنوك، وده اتسبب بقى في ارتفاع سعره في السوق الموازية وبالتالي ارتفاع تكلفة الاستيراد ورفع أسعار السلع. دلوقتي بقى قول لنا كيلو اللحمة بتشتريه بكام في الأيام دي؟